بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك أملنا، ووفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما حيينا وتقبل ذلك منا، واختم لنا بالصالحات الأعمال يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وفقنا وسائر المسلمين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين، واحقن دماء المسلمين، ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ورحمنا والدينا وذريتنا وأحبابنا وأقربائنا والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية. وما زلنا في تفاصيل أحكام النكاح، فصل في الأولياء. قلنا أن من أركان عقد النكاح الولي للزوجة، فترتيب الولاية هذا هو موضوع اليوم. من هم الأولياء الذين يتولون عقد النكاح عن النساء؟ فصل. يقول: فصل. وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه، وهكذا. ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد، ثم الأخ للأبي والأم، اللي هو الأخ الشقيق، ولو عبر بالشقيق لكان أخسر. ثم الأخ للأبي، ثم ابن الأخ للأبي والأم وإن سفل، ثم ابن الأخ للأب وإن سفل، ثم العم الشقيق، ثم العم للأب، ثم ابنه أي ابن كل منهما وإن سفل. وعلى هذا الترتيب فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب. فإذا عدمت العصبات من النسب فالمولى المعتق، فإن عدمت العصبات من النسب فالمولى المعتق. ما احنا عندنا الولاية سببها إما نسب أو عصبة أو سلطان، سلطنة أو ولاء، يعني أربع أسباب للولاء للولاية: إما تكون بالنسب، أو تكون بالعصبة، أو تكون بالولاء وهذا للمعتق، أو تكون بالسلطنة للحاكم. يبقى دي إيه أسباب الولاء. فلما خلص أسباب الولاية بالنسب ابتدى يتكلم على الولاية بإيه؟ بالعصبة، بالعتق يعني. فالمولى المعتق، يبقى إيه الأسباب الأخرى اللي هي الولاء؟ فالمولى المعتق الذكر، ثم عصباته على ترتيب الإرث. أما المولاء المولاة المعتقة إذا كانت حية، يعني افرض إن الذي أعتقت هي امرأة، والمرأة لا تتولى عقد النكاح، فمن الذي يتولى عقد النكاح لمن أعتقتها؟ خد بالك، يزوج عتيقتها من يزوج المعتقة، تبقى تنتقل ولايتها للولاء لأوليائها اللي بيزوجوها هم، واخد بالك؟ فيزوج مولتها المعتقة أبوها، فإن لم يوجد الأب فالأب الأب، فإن لم يوجد فإيه؟ الأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، فإن لم يوجد فابن الأخ الشقيق، فإن لم يوجد ابن الأخ لإيه؟ لأب، فإن لم يوجد فالعم الشقيق، فإن لم يوجد فإيه؟ فالعم الأب،
فإن لم يوجد فابن العم الشقيق، فإن لم يوجد فابن العم لأبه، هكذا. واضح؟ فيبقى تنتقل ولاءها لمن يزوجها، لأولياء المولى المعتق المعتقة يعني. أما المولى المعتقة إذا كانت حية فيزوج عتيقتها من يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب، فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتق، ثم ابنه، ثم ابن ابنه، ثم الحاكم، ثم الحاكم هنا جاب ايه السلطنة، سبب ايه سبب الولاء الثاني اللي هي السلطنة، ثم الحاكم يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء. وبعدين بعد كده شرع المصنف في بيان الخطبة، هنتكلم على الولاء النهاردة ونشوف الخطبة المرة الجاية. الإمام البيجوري أي الإيه تعليقا على ما سبق، فصل. كما في بعض النسخ وفي بعض آخر إسقاطه، والمقصود به بيان أحكام الأولياء ترتيبا وإجبارا وعدم، وبعض أحكام الخطبة بكسر الخاء، فالأول مذكور في قوله وأولى الولاة الأب ثم الجد إلى آخره، فيؤخذ من ثم الترتيب. احنا عندنا في ترتيب وفي إجبار، طب والإجبار نأخذه منين؟ والإجبار مذكور في قوله فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها وعدمه، يعني وعدم الإجبار، يعني لا يوجد ولاية إجبار إلا على البكر فقط، وتكون من الأب فقط وللجد فقط، لكن الأخ ملوش ولاية إجبار. كويس؟ لكمال الشفقة، لكمال شفقة الأب والجد، فلو أن يزوج البكر بولاية الإجبار، يعني بغير رأيه بولاية الإجبار للأب والجد فقط، فولاية الإجبار تكون للأب والجد فقط وليست للأخ ولا للعم ولا ابن العم التانيين ولاية اختيار. مذكور في قوله اللي هي عدم الولاية بقى، عدم الإجبار، في قوله والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها، الثيب التي سبق لها الزواج ثم طلقت أو ترملت تسمى ثيب، هذه لا ولاية إجبار عليها، أولياءها لابد أن ينتظروا حتى تبلغ ثم بعد ذلك يستأذنوها وإذنها الكلام، تجيب بالكلام ليس بالصمت. وبيان بعض أحكام الخطبة في قوله ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، قوله وأولى الولاة بضم الواو الولاة جمع وال كقضاة جمع قاض، وأسباب الولاية أربعة، الأبوة والعصوبة المجردة من الأبوة والإعتاق والسلطنة، أو جايب لك أسباب الولاية، قال لك الأبوة اللي هي النسب يعني الأبوة والعصوبة المجردة من عن الأبوة زي الأخ وزي العم وزي ابن العم الشقيق وابن العم الأخ، دي عصوبة مجردة عن الأبوة، والإعتاق والسلطنة، وإحنا ممكن نختصر ونقول الولاية إما بسبب النسب أو العتق أو السلطنة وخلاص، لأن النسب هيدخل فيها الأبوة ويدخل فيها باقي، لكن هو هنا فصلها على أسباب إيه، علشان يبين إن في من الولاة الأبوة اللي هي فيها ولاية الإجبار، ودي مختصة بولاية الإجبار مع ولاية الاختيار فيها طبعا، إنما باقي الولايات كلها لابد أن تكون فيها ولاية اختيار ولا إجبار فيها. وأسباب الولاية أربعة، الأبوة والعصوبة المجردة عن الأبوة والإعتاق اللي هي إيه ولاء العتق والسلطنة اللي هي الحاكم. وفي التعبير بأفعل التفضيل أولى إشارة إلى أن الولاية ثابتة للجميع مع الترتيب، لا ثابتة لكل واحد على الترتيب، وقوله
أي أحق الأولياء بالتزويج بيان لمعنى الأولوية، وأفاد بذلك أن المراد بها الوجوب المقتضي لعدم الصحة لو عقد غير المقدم لا بمعنى الكمال. يعني لو الولي موجود وغيره من سلسلة الولاة اللي جايين بعده عقده بغير إذنه لا يصح العقد، كويس؟ لا يصح طالما هو موجود. يصح إمتى؟ لو أذن لهم بالوكالة، له أن يوكل أي واحد يقوم مكانه، لكن لا يفتأت عليه في وجوده غيره، فإن افتأت لا يصح العقد، كويس؟ يعني لو الأب عايش وموجود وصحيح العقل وقال الأخ الشقيق زوج أخته، العقد باطل، لازم يستأذن الأب الأول، واضح؟ بيان لمعنى الأولوية، وأفاد بذلك أن المراد بها الوجوب المقتضي لعدم الصحة لو عقد غير المقدم. احنا قلنا الأولياء دول كأنهم واقفين في طابور نمرة 1 2 3 4 كده، فما ننتقلش النمرة 2 طول ما نمرة 1 موجود، وما ننتقلش النمرة 3 طول ما نمرة 2 موجود، وما ننتقلش النمرة 3 4 طول ما نمرة 3 موجود، وهكذا. لازم الترتيب، مراعاة هذا الترتيب لابد منه. في تفاصيل كتير، احنا بنتكلم على مذهب الشافعي. احنا هنا ما جبناش الابن خالص يبقى ولي، عند الملكيه الابن ممكن يبقى ولي لامه، ما جبناش سيره الابن هنا، خدت بالك؟ الملكيه فيها تفاصيل، لكن احنا بندرس مذهب الشافعيه في المساله. الابن ليه ظروف ممكن يعني يتولى العقد على امه في احوال، لما يبقى هو ابنها وابن عمها فيتولى العقد عليها لكونه ابن عمها مش لكونه ابنها، واضح؟ هي صور يعني، لكن الفرع لا يكون وليا على الاصل اصلا. الفرع ما ينفعش يبقى ولي على اصله، ده عند الشافعيه قاعده عندهم. الناس العوام يقول لك العين ما تعلاش على الحاجه، نفس المعنى يعني الأصل لا بمعنى الكمال المقتضي للصحة لو عقد غيره، ويكون خلاف الأولى فقط، وهذا كله بالنظر لولاية التزويج المطلق كما أشار إليه الشارح. وأما بالنظر للعقد الخاص فلا حق فيه لغير المقدم، فيكون أفعل التفضيل على غير بابه، إذ لا حق للجد مثلا مع وجود الأب في ولاية النكاح. الجد عايش والأب عايش، ما ينفعش الجد يستأثر بعقد النكاح لحفيدته وأبوها عايش، مع إنه أبوها ده ابنه، واضح؟ لأن الأب هو المقدم، الجد يجي بعد الأب، لما يموت بقى الأب ده ومسافر أو يأذن للجد مفيش مشكلة. إذ لا حق للجد مثلا مع وجود الأبي، فأحق بمعنى مستحق، نحو فلان أحق بمالي أي مستحق له دون غيره. قوله الأب ثم الجد، إنما لم يقل الأب وإن على مع أنه أخسر لضرورة إفادة الترتيب بين الأب والجد، فإنه لو قال ما ذكر لم يفد الترتيب بينهما، فاندفع بذلك قول المحشي تبعا للقليوبي لو قال الأب وإن على لكان أولى وأخسر. لو قال الأب وإن على ما بنش الترتيب، لأنه ممكن يجي لها جد الأب في وجود الجد المباشر اللي هو أبو الأب يحل محله، يحتمل لأن ده عالة برضه، فقال لك لا هو عايز يراعي الترتيب، علشان كده لم يراعي الاختصار مخافة أن يخل بالمعنى. وقول أبو الأبي احتراز من الجد أبي الأم، فلا ولاية له كما لا يخفى. أما قال لك الأب ثم الجد أبو الأب، ما لو قال الجد وسكت ممكن يدخل الجد أبو الأم والجد أبو الأب، فأراد أن يقيدها على أبو الأب ولذا بينه. فلا ولاية له كما لا يخفى هو أبو الأم. قول ثم أبوه أي أبو الجد، وقول وهكذا
أي ثم أبو أبيه ثم أبو أبي أبيه وهكذا. وقول ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد هو مستفاد من قوله ثم أبوه، ثم دي تقتضي الترتيب يعني، وهكذا. فهو تصريح بما علم أتى به توضيحا. قول ثم الأخ للأب والأم أي لإدلائه بهما، علشان هو يدلي إليها من جهتين، من جهة الأب والأم، فهو أقرب من الإيه؟ الأخ لأب فقط، يدلي إليها من جهة واحدة. وقول ولو عبر بالشقيق لكان أخسر، لكنه عبر بذلك أيضا بذلك إيضاحا للمبتدي كما تقدم في الفرائض. لما يقول الأخ لأب وأم المبتدئ الصغير كده يفهمها، لكن بتقول له الشقيق يحتاج يجي الصغير يسأل الشيخ يقول له يعني ايه الشقيق، يقول له لأب وأم، فهو مش عايز يوصله لمرحلة انه يسأل، فبيقولها من غرض ايه الإيضاح. قول ثم الأخ للأبي أي لإدلائه بالأبي، فهو أقرب من ابن الأخ. ثم ابن الأخ للأبي والأم، يبقى دخلنا للأخ، وبعدين فرع الأخ، يعني الأخ الشقيق الأول ما فيش شقيق يبقى لأب، ما فيش الإخوات ماتوا ندور على ابن الأخ الشقيق، ما لقيناش ابن الأخ الشقيق يبقى ابن الأخ لأب، واخد بالك، وهكذا. وإنساف البقى ابن ابن الأخ الشقيق وابن ابن الأخ لأب وهكذا. نمشي مع دول، خلصنا دول مفيش، نخش على العم. واضح؟ قول ثم الأخ للأب أي لإدلائي بالأب فهو أقرب من ابن الأخ. قول ثم ابن الأخ للأب والأم أي لإدلائي بالأب والأم بواسطة الأخ للأبوين. وقول وإن سفل كان الأولى أن يقول وإن تراخى في هذا وما بعده، ومقتضى ذلك أن ابن الأخ الشقيق البعيد مقدم على ابن الأخ للأب الأقرب منه، قال المحشي وهو كذلك، والذي في كلام غيره وليس كذلك، بل ابن الأخ للأب الأقرب مقدم على ابن الأخ الشقيق الأبعد، فمحل تقديم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ للأب عند اتحادهما في الدرجة فليحرر. قول ثم العم المراد به، المراد به ما يشمل عم المرأة وعم أبيها وعم جدها، يعني عم المرأة اللي هو أخو أبيها ومش كده وبس، وعم أبوها وعم أبو أبوها، يعني عم جدها، كل دول اسمهم العم. واضح؟ والمراد بابن العم ما يشمل ابن عم المرأة وابن عم أبيها وابن عم جدها. قول على هذا الترتيب راجع لقوله ثم ابنه فقط، ثم ابنه فقط كما أشار إليه الشارع بقوله فيه، فيقدم ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، فهو راجع لهذه الصورة فقط إذ لم يبق غيرها. فلو غاب الشقيق لم يزوج الذي للأب بل السلطان، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، فهو راجع لهذه الصورة فقط إذ لم يبق غيرها. ما ينفعش بقى ابن ابن العم الشقيق، خلاص أول درجة بس، فهمت إزاي؟ لكن في ابن الأخ ممكن ابن ابن الأخ، لكن في ابن عم الشقيق هو أول درجة، ما فيش أول درجة دي، يروح للسلطان على طول هو اللي يزوج. إذ لم يبقى غيرها فلو غاب الشقيق لم يزوج الذي للأب بل السلطان. نعم لو كان ابن العم للأب أخا من أم، لو كان ابن العم للأب، إمتى بقى ابن العم للأب؟ يقدم إذا لو كان ابن العم للأب أخا من أم قدم على ابن العم الشقيق. في صور ابن العم الأب يقدم على ابن العم الشقيق، في بعض الصور النادرة يقول لك زي إيه، لو كان ابن العم للأب ده أخا من أم، يكون ابن عم وأخ لأم في نفس الوقت لهذه البنت اللي هتتزوج،
يبقى في الحالة دي يقدم على ابن العم، على ابن الايه العم الشقيق. لو كان ابن العم للأب أخا من أم قدم على ابن العم الشقيق، لأن الأول يدلي بالجد والأم، والثاني يدلي بالجد والجدة، مثاله يدلي بالجد والجدة. مثاله هيديك مثال امتى يبقى ايه ابن العم لاب يكون اخ للايه للمراه. ادي لك مثال، ان يكون زيد وعمر اخوين شقيقين، وبكر اخوهما للاب، فتزوج زيد امراه ورزق منها ببنت، وتزوج عمرو امراه اخرى ورزق منها بابن، فنسبه هذا الابن للبنت المذكورة أنه ابن عم شقيق. سهلة الصورة كده، واضحة لحد دلوقتي؟ طيب، فإذا مات زيد عن امرأته وتزوجها بكر، بكر تزوج مرات زيد اللي لما مات اللي هو أخوه لأب، فإذا مات زيد عن امرأته وتزوجها بكر ورزق منها بابن، فنسبة هذا الابن للبنت المذكورة أنه ابن عمها لأبيها وأخوها من أمها. مش كده برضو فهمت الصورة؟ بقى أخوها من أمها وابن عمها برضو لأب، فهو الولي. ولو كان لها ابن عم أحدهما أخ لأم والآخر ابنها قدم الابن. يقدم الابن هنا، يبقى دي صورة من صور ان الابن امتى يبقى ولي على الام. ولو كان لها للمرأة التي تتزوج يعني ابن عم احدهما اخ لام اخوها من امها وابن عمها، والاخر ابنها والاخر ابنها، قدم الابن لانه اقرب. مثاله ان يتزوج عم البنت بامها بعد موت ابيها. عم البنت يتزوج مرات اخوه بعد ما يموت، كويس؟ ان يتزوج عم البنت بامها بعد موت ابيها فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها واخوها من امها، كويس؟ فهمت المسألة؟ ثم حصل مشكلة تانية، يطأ تلك البنت عمها الاخر بشبهة، يطأ البنت دي عمها الآخر بشبه، يعني افتكرها زوجته أو أي حاجة فوطئها حملت. والوطئ بالشبهة على فكرة بيثبت النسب، واخد بالك؟ غير الزنا، الزنا ما يثبتش النسب. ثم يطأ تلك البنت عمها الآخر بشبهة فتلد منه ابنا، فهذا ابن عمها وابنها، فابن عمها وابنها، فهو المقدم. ولو كان لها ابن عم احدهما معتق قدم احدهما معتق، قدم المعتق وعلم من تقديم ابن العم. ولو كان لها ابن عم احدهما معتق، أحدهما معتق يعني عليه ليه ولاية عتق عليها كمان، يبقى معتق هنا بكسر التاء. ولو كان لها ابن عم أحدهما معتق يعني ضرب عليها الرق، فأحد أبناء عمها حررها، اشتراها وحررها، فصار ابن عمها وفي نفس الوقت ليه ولاية عتق عليه، واضح؟ ولو كان لها ابن عم أحدهما معتق قدم المعتق، ما ليها كذا ابن عمه، نقدم ابن عمها الذي اعتقها، يبقى وليها اولى لان عنده سببين للولايه، الثاني ملوش الا سبب واحد في الولايه. قدم المعتق وعلم من تقديم ابن العم الذي هو ابن ان قولهم الابن لا يزوج امه عندنا معناه انه لا عندنا عند الشافعيه يعني خلافا للملكيه،
معناه أنه لا يزوجها بمحض البنوة، لأنه لا مشاركة بينه وبينها في النسب، فلا يعتني بدفع العار عن النسب، فلا ينافي أنه يزوجها بغير البنوة، كأن كان ابن عم لها، كأن يتزوج ابن عمها فتلد منه ابنا، فهذا الابن ابنها وابن ابن عمها. فإذا أرادت أن تتزوج ثانيا زوج هذا الابن، وكذا لو كان معتقا أو عاصب معتق يعني عصبة، أو قاضيا بالسلطنة، أو وكيلا عن وليها بالوكالة مش بالبنوة، كل دي سوا يزوج بس مش بالبنوة، إما بالسلطنة يعني يطلع الحاكم هو وليها والحاكم ده ابنها، يقوم يزوجها بولاية السلطنة لا لكونه ابنها، واضح؟ أو قاضيا أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي، فلا تضر البنوة لأنها غير مقتضية للولاية وليست مانعة للولاية، يعني البنوة لا تقتضي الولاية ولكن لا تمنع الولاية، فهمت؟ فإذا اجتمعت مع مقتضي للولاية لم تمنعه، فهي من قبيل اجتماع المقتضي وغير المقتضي، لا من قبيل اجتماع المقتضي والمانع، واضح؟ نقطة لطيفة يعني. قوله فإذا عدمت العصبات، خلصنا العصبات خالص، اللي هي الأبوة والقرابة من جهة الأب، زي الجد والأخ والأخ والعم وابن العم والحاجات دي، خلصنا وما لهاش، مقطوعة من شجرة. فإذا عدمت العصبات، وفي بعض النسخ فإذا عدم العصبات والأولى أولى، وفي بعضها أيضا فإذا عدمت العصبة بلفظ الإفراد. وقول من النسب قدره الشارح لدفع ما يرد على المصنف من أن المولى المعتق من العصبات وكذلك عصابته، فلا يصح قوله فإذا عدمت العصبات، فأشار الشارح إلى أن المراد خصوص العصبات من النسب مش مطلق العصب، لأن في عصوبة بالولاء وفي عصوبة بالنسب، لا مطلق العصبات حتى يرد ما ذكر. وقوله فالمولى المعتق أي لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، ده حديث نبوي، الولاء لحمة كلحمة النسب. ولأن المعتق أخرجها من الرق إلى الحرية، فأشبه الأب الذي أخرجها من العدم إلى الوجود. قوله الذكر، فالمولى المعتق الذكر، عشان ما يقول لك إن المولى المعتق يخرجها، قال لك الذكر هنا، هو احتراز عن المولى المعتقة الأنثى، وسيذكر الشارح مقابله بقوله أما المولى المعتقة إلى آخره، لا يقال يغني عن الذكر. قول المولى المعتق لأن نقول المراد به من له الولاء بالاعتاق ليتأتى التعميم في قوله ثم عصابته، أي المولى المعتق، لا بقيد كونه ذكرا، بل أعم من أن يكون المولى المعتق ذكرا أو أنثى. قول ثم عصابته، وبعد عصبة المعتق معتق المعتق ثم عصبته، يعني المولى المعتق ده مش موجود، نشوف لو المولى المعتق ده كان أصلا هو نفسه كان معتق فنروح لأوليائه، واخد بالك؟ وهكذا على ترتيب الإرث، أي إرث الولاء، فيقدم الأخ وابن الأخ على الجد والعم وابن العم على أبي الجد زي ما قلنا في الإرث. قول أما المولاة المعتقة، تكسر التاء طبعا، المعتقة، المولاة المعتقة ليه الأنثى، مقابل قول المولى المعتق الذكر. قوله فيزوج عتيقتها، أي عند فقد ولي العتيقة من النسب، من يزوج المعتقة اللي هو أولياء المعتقة بقى، هم اللي يزوجوا إيه من أعتقتهم هذه المرة، ولم يقل من يزوجها لئلا يتوهم عود الضمير على العتيقة فأتى بالاسم الظاهر للإيضاح، وإنما زوج العتيقة من يزوج المعتقة بالولاية على العتيقة تبعا للولاية على المعتقة، لكن برضا العتيقة ويكفي سكوتها إن كانت بكرا، كما قاله الزركشي في تكملته، وإن خالف
في ديباجه ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، إذ لا ولاية لها فلا فائدة له. يعني كأن في وجهين، قال لك إن إيه يزوج أولياء المعتقة من أعتقتها بإذنها في وجه، وفي وجه تاني قال لك لا ولو بغير إذنها وهو الأصح. واضح؟ ولو بغير إذنها وهو الأصح. وقوله بالترتيب السابق أي في أولياء النسب، فيزوج الأب ثم الجد للأخ ثم الجد ثم الأخ للأبوين لآخر ما تقدم. قوله فإذا ماتت المعتقة مقابل لقوله إذا كانت حية، زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة بفتح التاء على صيغة المفعول، ولو قال من له الولاء عليها أي على العتيقة لكان أولى لئلا يقرأ من لم يتأمل المعتقة بكسر التاء. يعني لو ماتت المعتقة المولى المعتقة ما يرث ولاءها أولياءها في الزواج، ينتقل ولاء هذه المرأة بقى إلى الحاكم. لكن إمتى أولياء المعتقة يزوجوا؟ في حال حياة المعتقة. واضح؟ فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة، ولو قال من له الولاء عليها أي على العتيقة لكان أولى لئلا يقرأ من لا يتأمل المعتقة بكسر التاء. ولولا ولو أراد الإيضاح التام لقال على العتيقة فيزوج حينئذ ابن المعتقة ثم ابنه ثم أبوها على ترتيب عصبة الولاء، لأن تبعية الولاء انقطعت بالموت. قال لك ايه، ينتقل هنا للابن ثم ابوها على الترتيب، وبعد كده تنتقل بعد كده الى الحاكم. قوله ثم الحاكم عاما كان او خاصا، الخاص زي المأذون. ايوه. طب لو مولى مراته مولى ايه؟ لو رجل مات ينتقل لاولياء اللي ورثوا هذا الرجل بترتيب الإرث وبعدين الحاكم. ثم الحاكم عاما كان أو خاصا، عاما زي الخليفة وخاص زي القاضي أو المأذون كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه. فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ دراهم لها قدر لها وقع، يعني افرض أن الحاكم يزوجها عند فقد أوليائها بس بتدفع رسوم باهظة، يدفع رسوم باهظة للحكومة، واخد بالك؟ يقول لك لها قدر، لكن لو رسوم بسيطة مش مشكلة، 10 جنيه رسوم مش إشكال، إداريات مش مشكلة، لا يقول لك لا ده تدفع 10,000 جنيه، ده مبلغ ضخم عليه، فهمت؟ في الحالة دي جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا يعقد لهما، يقوم يعملوا بقى من وراء الحكم، يجيبوا راجل عدل كده محترم من أهل الحي يخلوهم اللي يزوجوا، وإن لم يكن مجتهدا ولو لم يكن فقيها كمان لدرجة الاجتهاد يعني، ولو مع وجود المجتهد على ما هو ظاهر إطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم، ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكمه. طب لو الحاكم ما بياخدش رسوم يبقى لا يجوز أن يتحكم غيره، كويس؟ لا يجوز أن يحكم إلا مجتهدا، فإنه لا يجوز أن يحكم إلا مجتهدا. في الحالة دي لو أرادوا أن هم ينصرفوا عن الحاكم ولا يأخذ رسوم يبقى لابد أن يدوروا على واحد مجتهد فقيه وصل لدرجة الاجتهاد، يصعبها شوي. وصيغة التحكيم أن يقول حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك. طبعا الحاجات دي ليست لها يعني صور في العصر الحالي، لأن لابد أن هو يراعي لو خرجوا عن طوق الحاكم مش هيوثق عقد الزواج، وعدم توثيق عقد الزواج في العصر بتاعنا يؤدي إلى ضياع الحقوق، فبالتالي ملهاش صورة. يا إما بقى يروحوا للمأذون والمأذون هو الحاكم، أصل ممكن المأذون يفرض عليهم رسوم جامدة عشان يتولى هو العقد عنهم، يفرض رسوم جامدة
ففي الحالة دي لهم ان هم يتركوه، بس في الحالة دي هيبقى غير مشهر ويبقى اسمه عرفي شرعي، عقد عرفي شرعي، عرفي لانه غير مشهر، وشرعي لانهم حكموا حاكم لغلاء الرسوم ولغياب الولي الشرعي مش موجود. يبقى لكنه يخاف من مثل هذه العقود انها ينبني عليها ضياع حقوق كثيرة للزوجة او حتى للزوج، لانه ممكن لو ماتوا ما يجوش في اعلام الوراثة، لو مات احدهما ما يجيش في اعلام ما يعرفش يورث الثاني كويس، وان كان يثبت به النسب لكن لا يثبت به الارث، فبيحصل فيها مشاكل. يزوج اي المرأة التي في محل ولايته. الحاكم مين اللي يحاكم بقى؟ الحاكم اللي في محل ولاية المرأة، يعني امرأة مصرية اللي يزوجها مأذون مصر، ما تروحش تتجوز من مأذون من سوريا، ولا مأذون من ماليزيا، ولا مأذون من الجزائر، لأنها مصرية. يبقى اللي يزوجها حاكم بلدها، فهمت ازاي؟ في المكان اللي هي فيه. يزوج أي المرأة التي في محل ولايته لا الخارجة عن محل ولايته، فلو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم زوجها بعد وصولها إليه صح لا قبله. لو أذنت له وزوجها، ولكن زوجها بعد وصولها إلى البلد اللي هو فيه فأصبحت تحت ولايته، لكن لو زوجها قبل الوصول إلى بلده لا تصح. فهمت التفاصيل دي كلها؟ والوقتي طبعا لازم نتبلغ السفارة، في قوانين تانية نشأت بقى جديدة، فلازم نراعي مثل هذه الأمور. صح لا قبله، فلا يصح وإن رضيت، كما ذكره الرافعي في آخر باب القضاء على الغائب، قول عند فقد الأولياء من النسب والولاء. يعني الحاكم إمتى نلجأ ليه؟ عند فقد الأولياء من النسب وفقد الأولياء من الولاء، أي بأن عدموا بالمرة، وهو المراد بعدم الولي في النظم السابق، ومثله فقده بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موت ولا حياته، مفقود ما نعرفش مات ولا حي، يعني كان مسافر في بلد بعيدة وانقطعت أخباره، وإذا اسمه مفقود ده يعتبر برضه فقد الولي، يعتبر فقد الولي. في الحالة دي برضه الحاكم يتولى. ومثله فقده بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته، ونكاحه لموليته ولا مساوي له في الدرجة. فإذا كان لها ابن عم فقط وأراد أن يتزوجها، افرض ابن عمها هو اللي هيتزوجها، لو كان هيتزوجها غريب يبقى ابن عمها وليه، لكن هو نفسه هيبقى الزوج، يبقى في الحالة دي يبقى وليها الحاكم، لان ما ينفعش يبقى زوجه ولي. فهمت ازاي؟ اختلفوا فيها في الارث، اتكلمنا عليها في الارث، نفس المدة. وبعدين بتختلف برضو على حسب طبيعة البلد اللي فقد فيها، يعني البلد اللي فقد فيها لو كان فيها حرب نفس الكلام ده في الارث، نفس الكلام اللي في الارث. فإن كان هناك ابن عم آخر، طب ابن عمها ده هيتجوزها وليها ابن عم آخر، يبقى ابن عمها الآخر يبقى وليها؟ سهلة. فهمت بقى؟ زوجها له، وكذلك يزوج الحاكم في غيبة الولي مسافة القصر، قلنا دي في العصر الحديث بتاعنا ما تنفعش. مسافة القصر 86 كيلو، يعني وليها في طنطا وهي قاعدة هنا في المقطم. وتقوم تروح للحاكم يزوجها؟ ده اللي في طنطا ده بعد ساعة يبقى عندها. كان زمان مسافة القصر دي يعني تعتبر مسافة طويلة، فطبعا هذا في الفقه الحديث ما ينفعش انك انت تستنتج منه احكام، بل تلغى لقرب المسافات ولسهولة الانتقال، بل ده ممكن على الانترنت يبقى حاضر العقد، هو قاعد في امريكا يتم العقد بانترنت كونفرنس، العريس في لندن والعروسة في القاهرة والولي في امريكا، وقاعدين كلهم في انترنت كونفرنس ويتم العقد، وواحد من الشهود في المانيا
والثاني الشاهد الثالث في استراليا شاهد ويتم العقد. يجوز يعني لا يشترط الحضور بالاجساد لكن يشترط العلم والرؤيه وهذا تم، واخد بالك؟ فكل ده ممكن. فاصبح في العصر الحديث يعني لقرب المسافات وسهولة الاتصال التفاريع المتعلقه بمسافه القصر وعدمه والحاجات دي كلها قابله للمناقشه. فتاخد بالك مش كل حاجه مكتوبه في كتب الفقه القديم تعملها على العصر الحديث، لابد انك انت تقيسها لظروف العصر المقدم. مش شرط ابن عم اخر، مش شرط يبقى اخو العريس، ابن عم العريس. لو كان اخوه يصح؟ ويصح طبعا، ايه المشكله؟ ده يكون اقرب. وكذلك يزوج الحاكم في غيبه الولي مسافه القصر مع عدم انقطاع خبره ليغاير ما تقدم. وتقدم انه جرى في النظم على ضعيف في الاغماء وان وافقه المحشي هنا. يعني بيقول لك انك تنتقل للحاكم في المغمى عليه برضه. مغمى عليه الوقت نروح للاطباء، افرض عنده غيبوبه سكر، تحط له شويه شوكولاته ببقه يفوق، اروح انا الغي ولايته؟ طب ما اديله شويه سكر هيفوق الراجل. فهمت؟ كان زمان الاغماء ده مصيبه. يبقوا مش عارفين الراجل ده عنده اغماء، ما كانش فيه طب. فهمت؟ كانوا يعتبروا الاغماء ده كانه ميت. دلوقتي لا، تدرس الامور وتشاف. وان وافقه المحشي هنا. ويزوج ايضا في حبس الولي اذا منع الحابس له من الوصول اليه. مسجون يعني، الولي مسجون من الوصول، بخلاف ما اذا لم يمنع من الوصول اليه. افرض قدمت في اداره السجن ان ابوها يزوجها واداره السجن سمحت، يبقى ما تنتقلش للحاكم. واضح؟ والوقت اظن السجون المصريه بتسمح بهذا، يبقى ما ينفعش تنتقل للحاكم. بخلاف ما اذا لم يمنع من الوصول الى، فاذا فانه يزوج الولي في الحبس، وكذلك يزوج امة المحجور عليه كصبي ومحجنون وسفيه. طبعا لان الحجر للجنون والسفه والصغر دع مانع. ففي الحاله دي الحاكم ولا يشترط ان احنا نقول لها اصبري لما المجنون يفيق لانه يمكن ما يفوقش، ولا للصبي لما يكبر لانه ممكن يطول الزمن ويفوتها فرصة الزواج، واخد بالك؟ وكذلك يزوج أمة المحجور عليه كصبي ومجنون وسفيه، حيث لا أب له ولا جد، وإلا زوجها الأب أو الجد. ويزوج أيضا عند تواري القادر أي هروبه. افرض إن الوالي نفسه هربان، هربان مش عايز يجي لأنه مقبوض عليه، مطلوب القبض عليه في مصر، وبنته قاعده في مصر عايزه تتجوز، ما يقدرش يجي، واخد بالك؟ يبقى الحاكم هنا يزوجها. وعند احرامه، وافرض انه محرم، كان زمان الوقت طبعا دي قابله للمناقشه لانه محرم يجي بعد شويه، ايه يعني؟ ده بيركب الطياره ساعه ونص يبقى في مصر. كان زمان علشان يحرم ويطلع يعمل حج في مصر هنا يقعد 40 يوم على ما يوصل، ويقعد يحج هناك يقعد 40 يوم زيهم، وعلشان يرجع يرجع في 40 يوم زيهم. ده لو رجع، عشان كان القوافل دي كمان بتتعرض لقطاع طرق فيموتوا. ففي الحاله دي كان زمان يقول لك خلاص ده هدف الحج يا عم، يبقى نجوزها بقى وخلاص، لحسن مش ضامنين يمكن ما يجيش. انما دلوقتي لا، ما ينفعش الحاجات. وعند احرامه، وربنا بس ييسر لنا فتح القنصليه عشان يدونا تاشيره الحج والعمره يا رب يا رب. هتبقى صعبة بعد كده. وحدوها لنا ازاي لو فضلت مقفولة؟ نبعت لهم بقى فاكس وبتاع وشغلانة وشركات السياحة تروح لهم هناك؟ ولا معناها لما سحبوا السفير انه مش هيدونا؟ عايزين نسألهم. لو هيدونا خلاص اسحبوه ما تفرقش معانا. لو مش هيدونا نقول لهم أرجوكوا تعالوا بقى. قالوا مش هيدونا. قالوا مش هيدونا؟ أعلنوا كده؟ مش هيدونا بوسيلة أخرى؟ يعني ما ينفعش ندوهم صورة الباسبور مثلا في بلدهم؟ لا، ما فيش وظيفة. طب ده مقل. العيال اللي قاعدين عند السفارة دي عايزين نلمهم بقى نروحهم. طيب عشان بس نعرف نحج ونعتمد كمان، هيحرمونا من المسجد الأقصى والمسجد الحرام، يعني تبقى حياة كرب بقى.
ربنا ينجينا من الفتن. وعند إحرامه وتعززه برضه بيتعز الوالي، كل ما يجيله واحد كفء للبنت يطلب منه ايه؟ لبن العصفور، يعني حاجات صعبة. يبقى بيتعزز بقى، يبقى البنت هتبور منه وهيضرها. في الحالة دي تروح مقدمة طلب للحاكم يتولى هو ايه؟ تزويده. كان يقول عند طلب التزويج منه أزوجها غدا، ويجي له غدا يقول له بكرة، يجي له بكرة يقول له بكرة، بكرة تاني بكرة، وما فيش بكرة. ده بيجي زي بكرة بتاع الحكومة، ده عارف بكرة بتاع الحكومة بالظبط والمجلس العسكري، بكرة بتاعهم ده ما بيجيش. وهكذا فكلما يسأل في ذلك يوعد، وعضله برضه في عضله ان هو متعنت مش عايز يجوزها، لا خليك كده واقف مش هجوزك. ده بيعضلها بقى، اي منعه من التزويج بان دعت بالغه عاقله رشيده كانت او سفيها، بان دعت بان ايه؟ بان دعت بالغه عاقله رشيده كانت او سفيها، وان قيد المحشي بالرشيده الى كفء. المحشي قال لك تملي يكون لازم تبقى رشيده واللي جاي لها كفء. وامتنع الولي من تزويجه ولو عينت كفءا واراد الولي كفءا غيره فله ذلك في الاصح. طب افرض هي ايه؟ جالها كفء لكن الولي جايب لها كفء تاني غيره. يبقى تعتبر ان ده بيعضلها؟ قال لك لا، يقدم الكفء اللي جاي من جهه الولي، لأنه أبصر بمصلحتها وأكثر حرصا عليها في الأصح، يعني لأنه أكمل نظرا منها. ليه أكمل نظرا منها؟ عشان الحب أعمى يا بابا، فهمت بقى؟ تقول له بحبه يا بابا، الحب أعمى، هو شايف إن التاني أميز لأنه أكمل بصرا منها، مش كده؟ لأن عين إيه؟ عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية، فهي طالما بتحبه مش شايفة عيوبه، لكن الولي التاني شايف العيوب كلها فمدرك المسألة، عشان كده نقدم رأي الولي على رأيه طالما هو جايب لها كفء آخر. فله ذلك في الأصح لأنه أكمل نظرا منها. ويزوج أيضا أمة الكافر إذا أسلمت. أمة الكافر لو أسلمت ما ينفعش يبقى وليها كافر وهي مسلمة، يبقى الحاكم هنا المسلم هو اللي يزوجها، لأن الكافر ما يبقاش ولي على مسلم. يلا أذن يا سيدي ونخلص السطرين، طبعا هأخر لحظة كده هنفضل السطرين بس. ويزوج أيضا أمة الكافر إذا أسلمت. وتقدم أن قوله في النظم أم الفرع ليس بقيد، وأهمل الناظم تزويج المجنونة البالغة عند فقد المجبر. وتقدم أن بعضهم ألحقها بالنظم فارجع إليه إن شئت. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.